سعيده هنا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله، انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي، اديني استلفت 20 جنيه. بس اعملي حسابك، مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر، وتبقي تصرفي بقى مع اهلك كملهولك. اتفضل، 50 جنيه بقى ابعتهم اتصرف فيهم. والله في الخير اللي افتكر. طب بتعيطي ليه بقى؟ بدل ربنا فرجك. مفيش، بس صعبت عليا نفسي. ألو، لو سمحت ممكن أكلم سعفان بيه؟ أيوة أنا سعفان. أهلا 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 بيكي في أي وقت. أنا سعيد جدا اللي سمعت صوتك. متشكرة أوي. أنا بكلم حضرتك عشان أشكرك على 50 جنيه، وأوعدك إني هرجعهم لحضرتك في أقرب فرصة. أنا أولا ما طلبتش إنك ترجعهم لي، ثانيا الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش أكون سعيد لو تقابليني، وهي فرصة أشوفك وأطمن على الولد. أرجو المقابلة دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك أي فكر، ثقي فيا. تحب أرجع لك الفلوس إزاي؟ فلوس إيه؟ فكرك أنا بقابلك علشان أكلمك في الفلوس؟ أنا عايز أطمن عليكي. هي كمان أنا عارفها بسيطة. هي بسيطة صحيح، إنما أدي إحنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلتلك اعتبريني أخوك الكبير، وعشان أساعدك أنا حرقي كمال وأزود له مهيته، وإذا احتجت أي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط، كل طلباتك هتتنفذ. متشكرة أوي. لو سمحتي تقبلي مني الهدية دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ هدية بسيطة. أرجوكي ما تكتفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، أي حاجة. يا هناء خير؟ سعفان بيه رقاني، بقيت ميتي 50 جنيه، ولو اتبسط من شغلي يمكن توصل ل100. مبروك. الله، انت مش مبسوطة ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطة. انت كنت بره؟ اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نتغدى احسن اموت من الجوع. ها يلا. الاسانسير بسرعه يا علي. حاضر يا فندم. مع السلامه يا فندم. ايه كمان عامل ايه في الشغل؟ كل حاجة ماشية عالي يا فندم،
ده بفضل توجيهات حضرتك وتشجيعك. على العموم انت كل ما تشد حيلك هتلاقي الطريق قدامك مفتوح في الشركة، انك تترقى وتكبر ومعيتك تزيد وقدامك فرص كتيرة. ان شاء الله يا فندم اكون عند حسن ظنك. طيب اتفضل. اتفضل. شكرا يا فندم، مع السلامة. على فكرة. ايوه يا فندم. ليلى انا عامل حفلة وعازم شوية عملاء، ممكن تبقى تيجي وهي فرصة انك تتعرف عليهم وعشان تكون علاقات. اوي اوي يا فندم. ويا ريت المدام تشرف معاك. ان شاء الله يا فندم، مع السلامة. اسمح ارقص مع الهنا؟ ايوه ايوه اتفضل. اسمحي؟ بس انا ما بعرفش ارقص. اعلمك. سيبه اكيد. كمان. اتفضلي. زي ما قلت لسيادتك. شفتي بقى الرقص سهل ازاي؟ مبسوطه مني؟ اديني رقيت كمان زي ما وعدتك. ميرسي. كل اللي بعمله ده علشان خاطرك، مش لازم الوش الجميل ده يزعل ابدا ولا يشيل هم ابدا، عايز اخليكي اسعد مخلوقه في الدنيا. هناء، لو طلبت منك تقابليني الساعه 6 ترفضي؟ بس هتقولي لي كمال هشوف طريقه اشغله بيها في المكتب، لكن ضروري اقابلك، حاجه مهمه لازم اقولها لك. هناء. سعفان بيه كان بيقول لك ايه وانت بترقصوا؟ بيكلمني في السياسة. قالكيش حاجة عني؟ قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هيرقيني ويزود مرتبي للمية جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك يا هناء، الراجل ده احنا مديونين له بكتير، خليكي لطيفة معاه، ده ممكن يوصلني لبعيد، بعيد قوي. كاس واحد مش هيعمل حاجة، عشان خاطري. أنا أول ما شفتك ومن ساعتها مش قادر أنساكي. أنا ما بطلبش منك تحبيني، كل اللي بطلبه إنك تسيبيني أحبك، وأوعدك إنك مش هتشوفي معايا أيام وحشة أبدا. ضخمة وإخلاص في العمل وتفانيه فيه لم يكن وليد لحظة، فهو طموح مالك هنا منذ البداية. عندي عمل للشركة. معلش كلها نص ساعة ونقوم. وتبوأ مركزا وراء مركز. ما يصحش. بفضل دأبه المستمر. حاسة إني تعبانة أوي. ونشاطه. هاخد العربية وبأرجع عند التاكسي. رؤسائه له. وهكذا أيها السادة، رأيت واجبا علي أمام هذا الجهد الكبير الذي قام به الأستاذ كمال أن أوجه إليه الشكر على ما قام به من خدمات مليلة للشركة، وشكراً.